سارع الحوثيون في اليمن إلى الاحتفاء بإعلان المغرب انسحابه من الحرب اليمنية التي تقود العربية السعودية تحالفا عربيا فيها وتخوضها منذ سنوات دون تغيير يذكر. رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز صالح بن حبطور عبر عن تقديره لما وصفه بالقرار الرشيد الذي اتخذته القيادة المغربية بالانسحاب رسميا من تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران. موقف الحوثيين لم يكن مستغربا، خاصة وأنهم طالبوا المغرب قبل زيادة من سنة بالانسحاب من الحرب. ويأتي الترحيب الحوثي بعد أيام قليلة على أزمة بين المغرب والسعودية بسبب موقف الأخيرة من قضية الصحراء المغربية. كما يحاول الحوثيون المدعومون من إيران اللعب على حبال هذه الأزمة وتناقضاتها بين الإخوة الأشقاء لكسب المزيد من التأييد الشعبي العربي، خاصة وأن موقف المغرب شكل ضربة موجعة للتحالف العربي في اليمن.